انت بتحب سميرة يا دكتور؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ مين قال الكلام ده؟ الكلام ده مش صحيح. بالعكس، هي دي الحقيقة يا دكتور، وهي اللي بتفسر ليه حضرتك مصمم تحتفظ باللوحة حتى لو وصل الأمر لإشكالات قانونية بينك وبين كريمان. الآل ده كذاب مخرف، متخيل إن هو يعرف كل حاجة وما يعرفش أي حاجة، وأنا متأكد إن هو اللي حرض كريمان خطيبتك علشان تطالب باللوحة. متخيل ممكن يعكر صفو حياتي بيستفزني، لكن أنا بستغرب بيعمل ده ليه؟ عايز مني إيه؟ عايز الحقيقة يا دكتور. أنت كمان بتقول الحقيقة. حقيقة إيه يا أستاذ؟ الحقيقة واضحة أوي، واحدة قتلت جوزها من 15 سنة وتقدمت للمحاكم واتحكمت وثبت انها مذنبة كمان واتسجنت، هي دي الحقيقة ومفيش اي حقيقة غيرها. ما تنساش انه بيعيد بحث القضية بتكليف من كريمان اللي من حقها تعرف وتتأكد. وافرض ان ده من حقها، ايه دخل بقى اللي بيحصل لابوها او اللي حصل لابوها ومحاولة تشويه سمعتي؟ محدش حاول يشوه سمعتك يا دكتور. امال اللي بيحصل ده ايه؟ ومحاولة ترويج اشاعة ان انا بحب سميرة عبد السلام. بس استاذ هلال ما جابش الكلام ده من دماغه يا دكتور، ده سمعه منها هي، من سميرة. سميرة قالت ان انا بحبها؟ مش كده وبس، دي اعترفت له كمان انها بتحبك. سميرة قالت انها بتحبني. مش ممكن. مش ممكن ليه يا دكتور؟ انت كذاب، والمحامي بتاعك كذاب كمان، انتوا ما تعرفوهاش، سميرة نفسها ما تعرفوهاش. ليه يا دكتور؟ عشان بقت نشوى شاكر نجمة السينما المشهورة؟ ايوه انتوا ما تعرفوهاش، مش ممكن تعرفوها كمان ولا هي تعرفكم. انتوا فاكريني ساذج ولا عبيط؟ عاوزين تنصبوا لي فخ عشان توقعوني فيه؟ تعرفوا نشوى شاكر منين علشان تحكي لكم عن خصوصياتها؟ سواء نشوى حكت او ما حكتش يا دكتور، فدي الحقيقة، الحقيقة اللي حضرتك ما تقدرش تنكرها، حبك لنشوى شاكر او سمير عبد السلام. بس كفاية يا استاذ، بس كفاية، ولا كلمة زيادة، وأرجوك اتفضل يا أستاذ اتفضل، وبلغ المحامي الحشري بتاعك انه ملوش معايا أي كلام تاني، ولو سمحتم مش عاوز أشوف وشكوا هنا تاني مرة. اتفضل. أنا آسف إني ضايقتك. عظيم يا عصام، عظيم هايل. الحقيقة يا أستاذ هلال أنا كنت خايف لا يمسك سماعة التليفون يتصل بكريمان يسألها هي صحيح عايزة اللوحة ولا لأ. طبعا هي ما عندهاش فكرة عن الموضوع ده خالص، كان هيبقى موقفي حرج جدا. كان هيعمل إيه يعني؟ يطردك؟ مثلا. طب ما هو طردك فعلا من غير ما يتصل بكريمان ولا حاجة. إحنا ما يهمناش إن إحنا ناخد الصورة، ما يهمناش إننا ناخد منه اعتراف إنه بيحب سميرة، كل يهمنا اننا نزيح ستار الامان الزائف اللي هو مستخبي وراه ونشككه في ان اسراره كلها بقت مكشوفه، وده حصل فعلا. افهم من كده ان سيادتك بتشك في الدكتور ماجد؟ لاحظ اني بشتغل على اساس فرض معين هو براءه كريمه، فاذا كانت بريئه يعني معنى كده ان العمل الحادثه واحد من المجموعه اللي كان موجود يوم الحادثه، يعني معنى كده اني بشك فيهم كلهم مش في الدكتور ماجد لوحده. بس سيادتك مركز على الدكتور ماجد بالذات. ايوه، لان ده دوره. دوره؟ ايوه، كل شيء بنظام وكل واحد بدوره. يعني طابور؟ ايوه، طابور الجريمه.
رايك يا دكتور؟ الصورة أحلى ولا القصر؟ الصورة لسه ما خلصتش. طيب إيه رأيك في القصر؟ سميرة خف على ماجد شوية، ما مش حملك. أنا تصور تصور، أنا ما كنتش أعرف إنه خجول للدرجة دي. وش حمار؟ أنا حمشي. لا لا لا، استنى يا ماجد. وبعدين يا سمير، أنا ما كنتش أقصد، أنا كنت بهزر مع الدكتور. وإن أنت ما بتحبش حد يهزر معاك يا دكتور. يا أنسة، الحاجات دي ما فيهاش هزار ولا ضحك. حاجات إيه يا ماجد؟ قصدي يعني الفن طبعا. فن ولا الحب؟ حب ايه يا فؤاد؟ ايه ده؟ هو الدكتور بيحب؟ حرصي منه يا سميرة، ده كازانوفا يقول له يا أستاذي. انا ما يهمنيش يكون مين، انا مش شايفة قدامي غير واحد بس، هو عارف نفسه. لكن الأستاذ هلال قصده إيه من ده كله؟ أنا كمان مش عارف أعرف اللي في دماغه بالظبط، لكن متهيألي إنه بيحاول يستفز كل واحد عشان يقول أي حاجة مخبيها. عندك مثلا حكاية اللوحة اللي كان ده صفية؟ لا ده صفية وحامد في الجنينة. هفتح أنا. الأنسة كريمان موجودة؟ أيوة اتفضل. أهلا يا دكتور، اتفضل. متشكر يا بنتي. أنا في الحقيقة جاي علشان أقول لك كلمتين صغيرين. اللوحة اللي موجودة عندي أنا مش ممكن أفرط فيها أبدا، ووالدك وصل محامي ويديها لي، وأنا مستعد أدفع فيها التمن اللي أنت عايزاه. أيوة بس أنا مش فاهم. أرجوك يا أنسة كريمان، لازم تفهمي حاجة. أنا زي ما قلتلك قبل كده، أنا في مرتبة والدك، واللوحة دي تذكار لصداقة عمره كله. خلاص مدام كده يعني. أنا متشكر يا بنتي، متشكر. وعلى العموم اللوحة دي هترجع لك بعد ما أنا أموت. انا هكتب وصيه بكده. احنا مقدرين الدافع يا دكتور اللي بتخليك تحتفظ باللوحه، والحقيقه احنا كنا ارجوك يا استاذ عصام، ارجوك ما تتدخلش في الموضوع ده. المساله دي هتبقى خاصه بيني وبين الانسه كريمان. انا اسف يا كريمان يا بنتي، خطيبك تدخل في شؤوني الخاصه بطريقه سخيفه جدا. مع السلامه. أنا مش فاهمة حاجة أبدا، إيه حكاية اللوحة دي كمان؟ أنا كنت هحكيها لك ساعة ما دكتور خط. اسمعي يا ستي، الأستاذ هلال لاحظ إن الدكتور ماجد هو لحق يقعد جوه. لا وشايفة ماشي إزاي؟ هو طول عمره كده ينط زي فرقع لوز. لكن تعرفي ياما إن الراجل ده ضروري وراها. هيكون وراها إيه غير البلاوي؟ انا مش مستريحه لمجيه يا حامد هنا عند ست كريمان. لازم جاي يشتكي لها الاستاذ عصام. 100% اتخانقوا امبارح. بتقول اتخانقوا؟ وانت عرفت منين؟ امال الاستاذ عصام كان عنده امبارح بالليل ليه؟ لازم في حاجه. وادي انت شايفاه صالح زي ما يكون عيان ولا ما بينامش. يا اخي ارسلك على بر. ماجد ده كان بيحب كريمه ولا سميره؟ كان بيحب فؤاد. كان بيحب فؤاد يعني ايه؟ طب ما احنا كلنا عارفين انهم كانوا اصدقاء جدا. انا بسألك عن حاجة تانية خالص. ما هي نفس الحكاية يا سيادة المستشار. لا انا ما عنديش استعداد احل فوازير. انا بقى اللي عندي استعداد احل فوازير يا سيادة المستشار. ايه الشيء اللي تحبه وتكرهه ولما تكرهه تحبه اكتر؟ يعني الدكتور ماجد كان بيحب سميرة ولسه بيحبها لغاية دلوقتي، واحتفاظه باللوحة اللي رسمها لها باباكي أكبر دليل على كده. طب ليه ما يكونش محتفظ بيها تذكار عن بابا؟ في الحالة دي كان يرحب إنه يردها لك وياخد بدلها أي لوحة تانية.
حاجة غريبة وجديدة. تقصد ايه؟ اقصد انها حقيقة جديدة ظهرت في القضية، يمكن محدش التفت لها في التحقيق او المحاكمة. تفتكر ان ليها علاقة بالقضية؟ مؤكد، لانها بتفسر علاقة ابطال الحكاية ببعضهم. معنى كده ان الدكتور ماجد عنده دوافع معقولة لارتكاب الجريمة. لا لا، مش ممكن مش ممكن. الدكتور ماجد ده كان صديق جدا لبابا، دول كانوا اكتر من اخوات زي ما كلهم بيقولوا. لاحظي ان دي مجرد احتمالات وشكوك، لسه الاستاذ هلال ما تاكدش منها. اشمعنى شكه اتجه بالذات للدكتور ماجد؟ عشان هو اول واحد في الطابور. طابور؟ طابور ايه؟ اصل موقفهم كلهم في طابور، بياخدهم واحد واحد. اتفضل يا بعد دقيقتين الهانم هتكون مع حضرتك. متشكر يا استاذ زكي. لحظه يا اخ زكي. ايوه. انت بتشتغل ايه هنا بالظبط؟ انا مدير اعمال الهانم يا فندم. مدير اعمالها بس؟ مش فاهم حضرتك. يعني ما بتاديش اي اعمال منزليه تانيه يعني؟ أعمال منزلية؟ تقصد إيه يا أستاذ؟ لا مؤاخذة يا أستاذ زكي، أصل يعني أنا فاهم إن مدير أعمالها دي يعني يبقى في الاستوديو في المكتب، إنما هنا في البيت خصوصاً وإني مش شايف شغالة. الجناح ده هو مكتب الهانم وأنا بأدي عملي فيه، أما الشغالين والسفرجية ففي الجناح التاني. تحب حضرتك أندهلك حد فيهم؟ لا 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 أنا آسف يا أستاذ زكي، معلش اصل الحكايه اختلطت عندي شويه، كنت فاهم انه جناح لكن طلعوا جناحين. اي خدمه تانية؟ ايوه اخ زكي، اللوحه دي مالها؟ مين اللي مرسوم فيها دي؟ جوز الست؟ جوز الست؟ طبعا لا، الكل عارف ان الهانم مش متجوزه. لا مؤاخذة، أنا أصل معلومات الفنية مش مظبوطة أوي. أمال يبقى مين؟ أخوها؟ متأسف، معرفش. أستاذ هلال سليمان؟ نشوى هانم؟ أهلا وسهلا. أهلا، اتفضل استريح. أولا أنا شاكر خالص لأنك قدرت يعني تشوف الوقت تقابليني فيه رغم مشاغلك الكتير. أنا فعلا مشاغلي كتير، لكن الآنسة كريمان بنت صديق عزيز، مش ممكن أتردد في تقديم أي مساعدة تكون هي محتاجة لها. ده إذا كنت أقدر طبعا. لا حد اضطري طبعا يا أنا آسف، مش عارف أقولك إيه. سميرة هانم ولا نشوى هانم؟ أنا دلوقتي اسمي نشوى شاكر. أيوة، بس إحنا يعني هنتكلم عن سمير عبد السلام. أنا أسفة يا كريمان، الشغل خدني منك، لكن في كل دقيقة كنت بفكر فيك، ولما عصام جالي النهاردة وقال لي صممت أجيلك على طول. عصام ده مش معقول، مع اني قلت له ما يشغلكيش. هو احنا لسه وصلنا لحاجه؟ صحيح، ايه بقى اخر ابحاثك وتحرياتك؟ انا شخصيا ما بعملش حاجه، الاستاذ هلال هو اللي شغال في القضيه. على فكره مين الراجل ده؟ عصام حكالي عنه كلام كتير قوي، خلاني فعلا عايزه اشوفه. ما تستعجليش قوي كده، لسه دورك هيجي. ايه دوري يجي؟ أيوة، في قائمة المشتبه فيهم. ياه، أنا كمان موضع شبهة؟ ده رأيه هو بيشك في كل واحد حضر الحادثة. هو من الوجهة النظرية يبقى عنده حق، لكن من الوجهة العملية أعتقد إنه مش هيقدر يوصل لحاجة لأنه ما عندوش أدلة. جايز دلوقتي ما عندوش أدلة، لكن أكيد هيوصل لحاجة.
عموما الأدلة مش كل حاجة. قصدك ايه؟ قصدي يا حبيبتي ان موضوع الأدلة ده مجرد خداع بصر، ما تفكريش فيه كتير. لكن بقى لو المحامي ده بالذكاء اللي بتقولوا عليه يبقى أكيد هيوصل للحقيقة، ولما الحقيقة تبان بتبقى أقوى من أي دليل. أنا فاهمة موقف كريمان وعزراء. البنت كبرت، عرفت إن أبوها راح ضحية غيرة أمها وأنانيتها. الصدمة بتبقى جديدة طبعا، تعمل إيه؟ تحاول تثبت لنفسها إن مش ممكن أمها ترتكب جريمة زي دي. برافو برافو برافو، تحليل منطقي وسليم. الشيء اللي مش فاهماه يا أستاذ إزاي أنت تطاوعها؟ أنت محامي كبير وأكيد قريت القضية وعرفت إنها قضية كاملة وما فيهاش ثغرة. ليه ما تصرحهاش بالحقيقة علشان توفر فلوسها ومجهودها؟ أولاً أنا ما بشتغلش في القضية دي عشان فلوس، لأني مش عاوزها. ثانياً أنا درست القضية دي تمام أو زي ما قلت لسيادتك، وعشان كده قبلتها. إزاي؟ مش فاهمة. الهاتف يا هانم. الهاتف؟ هاتف إيه؟ في هاتف بيجيلي في ساعات معينة ويقول لي خلي بالك يا هلال، القضية دي فيها حاجة مهمة، والحاجة دي معناها ان في عقل ورا الستار، عقل دبر وخطط بذكاء شديد خلى الحقائق تترتب غلط وتدي معنى غلط. العقل ده وضل بالمسرح على هواه وحدد الأماكن اللي تقف فيها الممثلين ووقف هو ورا الكواليس، والقضية اللي بالشكل ده بتتحداني، بتستفز عقلي وذكائي. والهاتف بتاعك ده عايز مني ايه بالظبط؟ عايز الحكاية. اي حكاية؟ الحكاية القديمة، حكاية الحب والغيرة والموت. حكاية الحب والغيرة والموت. الحب بين اتنين والغيرة عند واحد والموت اللي خد اتنين. الموت خد ثلاثة مش اتنين. ثلاثة ازاي ده؟ انا معرفش الا اتنين بس ماتوا، فؤاد وكريمة. وسميرة كمان ماتت. ايوه لحظة ما مات فؤاد زهد سنين ماتت سميرة عبد السلام. انتهت، ما عادش لها وجود. فضلت وحشت بعد كده سنة تانية جايز اسمها نشوى شاكر أو أي اسم تاني مش مهم، إنما سميرة ما عاشتش غير ست أشهر. ست أشهر؟ أيوة. عمرها الحقيقي ابتدى لحظة ما قابلت فؤاد حس الدين، انتهى لحظة ما مات. خلينا ساعة ما ابتدى. فاكرة؟ هو أنا فاكرة غيرها. الصدفة هي اللي جمعتنا. كنت متفقة مع بنت صاحبتي ندخل سينما. وصلت قبل الميعاد بمدة. فضلت أتمشى جنب السينما وأبص على الفاترين، وفجأة لقيت قدامي يافطة مكتوب عليها معرض الفنان فؤاد عز الدين. ما كنتش دخلت معرض قبل كده، قلت أدخل وأتفرج. دخلت بصيت في الصور شوية وفجأة
لقيته هو جاي ناحيتي. اسمك ايه؟ وانت مالك؟ بلاش لماضة ورد عليا. أنا؟ حلوة أوي دي. هما بيطلعوا امتى؟ قطة. قطة شرسة بس جميلة. القطة كمان بتخربش. تسمح توسع مسكتي خليني نمشي؟ أنت اللي واقفة مسكتي. طب أوعى خليني نمشي. على فين؟ عجايب. أنت مالك بيا؟ بقول لك أوعى مسكتي أحسن ألم عليك الناس. التلاتة أربعة اللي في المعرض دول بتسميهم ناس. أنت عايز إيه بالظبط؟ عاوز أرسمك. ترسمك؟ هو أنت ال أنا فؤاد عز الدين صاحب المعرض. يعني أنت اللي رسمت الصور دي كلها؟ أيوه. مش حلو. أنت زعلت؟ أصل أنا ما بحبش المجاملة. لا أبدا ما زعلتش ولا حاجة بالعكس. لأن رأيي زي رأيك. يعني أنت مقتنع إن الصور دي مش حلوة؟ أيوة. لا حلو. في إيه؟ محاولة التواضع دي. لا صدقيني وأكد لك إن ده رأيي فعلا. طب لما هو ده رأيك عملت المعرض ليه؟ هو مجرد روتين. تأدية واجب عشان أفكر الجمهور والنقاد بيا ويعرفوا إن أنا لسه برسم. عشان كده عايز ترسمني. لا بس انت حاجة تانية خالص. انت نموذج غير عادي. قديمة. شوف لك اسطوانة غيرها. صدقيني انا بكلمك بصدق. انا رسمت نماذج كتيرة قبل كده بس كانوا كلهم مجرد اشكال ونسب جمالية. لكن انت اول واحدة الاقي فيها اللي مش لاقيه. الحيوية والايه؟ ايوه حاجة غريبة مش قادر أسميها بالدين. أنت عارف الفرق بينك وبين أي بنت جميلة؟ بالظبط زي الفرق بين الحيوان البري والحيوان المستأنس. أنت قليل أدب. زعلتي؟ ده مجرد تشبيه. أنا مش حيوان. أحياناً بيكون الحيوان أجمل بكتير من الإنسان. أنت مش طبيعي. عن إذنك. على فين؟ ميعاد السينما قرب وصاحبتي مستنياني. وانا هستناك بكره. مش جاي؟ لا حكيت لاني لازم ارسم. يكونش فاكرني ان انا وقعت تحت تاثير سحرك وجمالك. يلا دلوقتي روح لصاحبتك وما تنسيش تيجي بكره. مغرور ومش جاي؟ لا حكيت هستناك بكره في نفس الميعاد. من اول لحظه حسيت بتأثيره عليا زي ما يكون موجة عالية فجأتك وسط بحر هادي. ساعتها بتفقد اتزانك وما تعرفش راسك من رجليك. حسيت ناحيته بجاذبية وخوف وقت واحد. لكن الجاذبية هي اللي اتغلبت في الآخر. أيوة. تاني يوم رحت له في نفس الميعاد. كان في زوار كتير في المعرض. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. أنا آسف تأخرت عليك شوية. أصل الجماعة اللي كانوا معايا دول كلهم نقاد. وهترسمني فين؟ هنا؟ طبعا لا في الأتيليه بتاعي. أنا أقدر أقعد قدامك كل يوم ساعة بس على شرط. مادام وافقتي تقفي قدامي وتترسمي تسمعي كلامي وتطوعيني بدون أي شرط. ليه؟ فاكر نفسك إيه؟ عشان جيت لك تاني؟ طب أنا ماشي. مع السلامة. بقول لك إيه؟ ما تورينيش وشك تاني. حب من أول نظرة. وقتها ما كنتش واعي إن كان حب ولا لأ. بس ساعتها حسيت زي ما نقول منومة. وقعت تحت تأثير شخصيته القوية. وفي يوم وليلة لقيت نفسي مربوطة بيه زي ضله. وبدأ يرسمك؟ لا ما بدأش يرسمني إلا بعد وقت طويل. ليه؟ علشان كان متردد في قبول الشرط بتاعي.
ويا ترى ايه هو الشرط ده؟ ان يكون في صله شرعيه بيني وبينه. اوعى تفكر انه كان بينصب لي فخ او مصيده. كل الحكايه ان هو كان محتاج لي، مش محتاج لي انا بالذات، محتاج له حب كبير، حب قوي يعوضه ويملى حياته، حياته اللي قلبتها مراته الجحيم. ايوه لولا كريمه كان كل شيء مش في طريقه الطبيعي، لكن للاسف ما كانتش مستعده تفهم اي شيء ولا اي انسان حتى كسها. غلطه عمري يا سميره، غلطه عمري. انا ما كانش لازم اتجوز، وكريمه بالذات. بس انت قلت انك اتجوزتها عن حب. ايوه. طيب ليه ما حاولتش انك تصلح العلاقه بينك وبينها؟ مفيش فايده. المشكله في كريمه انها بتغير عليا حتى من شغلي. تصوري عايزاني ابطل رسم. يا خبر، وده معقول؟ مش معقول طبعا. انا كمان وقفتها عند حدها، فهمتها انها لو اجبرتني على الاختيار بين شغلي وبينها هختار فني واسيبها. يعني الفكره كانت في دماغه من قبل ما يعرفك؟ لكن هي ما ادتلوش فرصة يختار، فضلت تنغص عليه حياته علشان تقضي عليه في النهاية. حكمت عليها من قبل ما تشوفيها يا هانم. الحقيقة أنا قبل ما أشوفها كنت متصورة إن فؤاد بيبالغ، لكن بعد ما شفتها وعرفتها عرفت انها اسوأ بكتير من الصورة اللي رسمها لي. خليك انت. ازيك يا هيرود؟ الو؟ ايوه مين عاوزها يا فندم؟ لحظة واحدة. هو يا هاني هو. تاني. اتصرف معاها انت يا زكي. الو؟ الهانم مش موجودة. لوحة؟ لوحة ايه يا استاذ؟ بيقول اللي قوله ان انا هبقى اتصل بيه وقت تاني. الهانم هتتصل بيك وقت تاني. مع السلامة. ده انسان مهووس بيطاردني بالتليفونات. واضح. ويا ترى لوحة ايه اللي كان بيتكلم عنها دي؟ لوحة؟ تقصد الصورة. اصل الحقيقة هو كان طالب مني الصورة وانا وعدت ونسيت، لكن بكرة هخلي زكي يبعتها له. ويا طبعا هتتصلي بيه وتعتذري له، مش كده؟ قصدك ايه يا استاذ؟ انا مش عارفة انت جاي تسألني عن قضية فؤاد عز الدين ولا عن المعجبين اللي بيتصلوا بيا في التليفون. انا اسف يا هاني، ما اقصدش. اصل كلمة اللوحة دي خرقت وداني شوية، وفي الحقيقة في مشكلة كده عن لوحة شغلانة بقالها يومين. لوحة لفؤاد عز الدين ولقيتها عند صديق الدكتور ماجد. اظن تعرفيه. لوحة لفؤاد عند ماجد؟ وانت ما تعرفيش ولا ايه؟ غريبة، خصوصا الصورة دي بالذات. آخر صورة لفؤاد عز الدين حط فيها آخر لمسة مع آخر نفس في حياته. اللوحة بتاعتي. تمام هي؟ إيه مالك يا هانم؟ مالك؟ مالك؟ لا أبدا مفيش، مجرد تعب بسيط. أرجوك نادي زكي. يا زكي، زكي. ايوه ايوه يا هانم. اطلب للدكتور يجي لي يا زكي. حاضر يا فندم. انا متاسفه يا استاذ هلال، هضطر ادخل عشان استريح. مره تانيه نبقى نكمل كلامنا.
حاضر يا هاني. تصبح على خير يا أستاذ زكي. أنا حابب أتصل بسيادتك عشان أطمن على صحة الهانم. حاجة غريبة فعلا. وطبعا ما كملناش كلام. يدوبك حكت لي زي اتعرفت بفؤاد وازاي كان بيشتكي لها من مراته ولسه هنخش في المفيد راح اتحصلت حكاية التليفون دي. وإيه اللي عرفك إن هو مجد؟ إحساس واستنتاج في نفس الوقت. الإحساس جالي لما زكي رد على التليفون وقال هو. ساعتها هي بصت لي بسرعة لكن أنا ما خدتش في بالي. إنما لما زكي بقى اتلفت لها كده وردت كلمة اللوحة ولسه هيحكي لها راحت مقطعاه عشان ما يتكلمش قدامي. ساعتها حسيت إن ماجد اللي هو بيتكلم، لدرجة إن أنا لما جيت كلمتها بعد كده عن اللوحة اللي عندي ماجد كانت هتقع من طولها. طب ليه؟ ليه اللوحة ليها التأثير ده كله عليها؟ السؤال ده له إجابتين. الإجابة الأولانية إن كل شيء يكون طبيعي وتكون سميرة اللوحة دي معتزة بيها لأنها اللوحة الوحيدة اللي رسمها لها فؤاد ودورت عليها كتير وما لقتهاش وخلاص، ولما قلت لها عنها المفاجأة عملت فيها كده يعني. والإجابة التانية إنها تكون خايفة. خايفة؟ خايفة من إيه؟ خايفة من ماجد مثلا. ألو سميرة، لازم أشوفك دلوقتي حالا. الكلام اللي عايز تقولهولي قوله في التليفون. أنا مفيش بيني وبينك مسائل خطيرة. قصدك إيه؟ كده؟ طيب طيب هحاول. عايز إيه الراجل ده؟ ده مجرد معجب. مش معقول مش معقول. ده اتكلم النهاردة أكتر من 10 مرات وكل مرة بتقولي لي وزعه. مش معنى المرة دي اللي كلمتيني؟ أنت بتستجوبني؟ لا ابدا، انا بس خايف عليكي. قلت لك 100 مرة ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. ماليش فيه ازاي؟ انا مدير اعمالك يا هانم، يعني لو وقعتي في ورطه تاثر على شغلك هبقى انا المسؤول. زكي انا مش فايقالك. روح اتصل بالاستاذ منصور وقول له ان انا مش هقدر احضر حفله الليله. انت خارجه؟ ايوه رايحة مشوار صغير وراجعة، ومش عايزة أي حد يعرف إن أنا مش موجودة في البيت. فاهم؟ فاهم. ما تقعد بقى يا سي هلال، خيرتني. مش قادر مش قادر يا رشيديه. الآن 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 ليه بس؟ أصل لعبت في عش دبابير. طب ابعد يا اخي، ابعد قبل ما تنقرص. مش انا اللي هتقرص يا ست المستشار، انا محصن ضد قرص الدبابير. ما هو اسمع بقى، بطل التشبيهات الملخفينه بتاعتك دي واتكلم دغري. خايف من ايه؟ خايف من الخوف. تاني ما قلنا بلاش الغاز. مش لغز يا راشد بيه، مش لغز. انا فعلا خايف من الخوف. طيب ممكن توضح شوية؟ حط نفسك في مطرح واحد عايش في أمان وفجأة لقى نفسه في خطر. واحد ارتكب جريمة قتل من 15 سنة واتهموا فيها غيره وخلاص عاش في الأمان، وبعدين بص لقى واحد بينبش في الماضي بينفخ في الرماد عشان يشعل النار من جديد. هيحس بإيه؟ هيخاف طبعا. تمام. ومفيش أخطر من مجرم خايف. الخوف هيخليه يرتكب جريمة تانية، واللي بيستهين بالروح البشرية مرة هيستهين بيها مرات. عرفت بقى انا خايف ليه؟ دلوقتي عن اذنك عن اذنك
على فين؟ مروح؟ لا ما اقدرش اروح قبل ما ارجع الدبابير للعش. صدقيني انا بدات احس بالخوف وانا عايشه لوحدي في الفيلا الكبيره دي. بس انتي مش لوحدك يا كريمه، انتي معاكي دادا صفيه وابنها حامد. مش كفايه دادا صفيه دلوقتي ست كبيره، وحامد رغم انه ابنها لكن ما اقدرش اطمن له او اثق فيه. انتي بس اللي اعصابك تعبانه، وده طبعا ناتج من المشكله اللي حطيتي نفسك فيها، البحث في الماضي وتقليب القديم. فتحتي على نفسك باب للشك في كل شيء وفي كل انسان. مش عارف، لكن انا مش هرتاح الا لما اوصل للحقيقه. انا خايفه ما ترتاحيش حتى بعد ما توصلي لها. الشك هو اللي بيعذب، لكن الحقيقه مهما كانت مر لكن هتخليني ارتب حياتي على اساسها. خلاص يبقى مفيش داعي للخوف. انا برضو بقول كده لنفسي، لكن بخاف، علشان كده انا عايزاكي تفضلي معايا. يا ريت يا حبيبتي، بس انتي عارفه انا وقتي مش ملكي. الفتره اللي بقضيها بره اكتر من اللي بقضيها في بيتي. انا عارفه، بس كفايه عليا اللي انا احس ان كل ما بترجعي من السفر بترجعي عليا. مش ده الحل اللي بتدوري عليه يا كريمان؟ الحل انك تتجوزي عصام. اتجوز عصام قبل ما اوصل للحقيقه؟ مش ممكن. ده الضمان الوحيد عشان تلاقي راجل جنبك يحميكي. هو عصام اتكلم معاكي في الموضوع ده النهارده؟ وفرضي انه اتكلم، من حق. بس انا اتفقت معاه ان مفيش جواز دلوقتي. اسمعيني كويس يا كريمان، عصام من حقه يخاف، يخاف عليك، عايز يفضل جنبك ليل ونهار، وطبعا وضعه دلوقتي مش هيسمح لي. يبقى لازم تتجوزه. مش ممكن، مش ممكن. انا بدأت طريق ولازم امشي فيه للآخر. وايه المانع حبيبتي تمشي فيه وانتم متجوزين؟ افهميني بس يا دكتور، اللي حصل من 15 سنة حجر تقيل من جوايا بيخنق احساسي. ازاي اتجوز عصام وتعيشوا معايا؟ خلاص على كيفك يا كريمان، بس على الله الحكايه دي ما تطولش. ايه ده غريب؟ في ايه؟ الظاهر في حد في الجنينه دي. لازم دادا صفيه، هي كده في الايام الحر تفضل طول الليل في الجنينه. تعمل ايه عندك يا حامد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا اما خضطيني. لابد عندك كده ليه؟ امتى قول؟ لا ابدا، اصل الاستاذ عصام علمني حاجه مهمه قوي. قال لي استخبى وسط الشجر واتفرج على اللي رايح واللي جاي. بتتجسس على الناس يا ولا؟ تجسس ايه يا اما؟ حاجه بتسليني وسلام. مش احسن ما اسيبكم وانزل اسهر على القهوه؟ هتشوف ايه يعني من هنا؟ ده حتى شارعنا ده ساكت وما فيش يصرخ ابن يوين. طب اسكتي 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 اسكتي. طب ده انا لو قلت لك شفت ايه النهارده مش هتصدقي. هكون شفت ايه يعني؟ سفيره عزيزه ولا شاطر حاسم؟ انت بتقولي فيها؟ طب ده انا شفت النهارده حته دين ست، انما ايه؟ هي صحيح كانت مخبيه وشها، انما باين عليها صنوره وصحيح. أنا مش مصدق إنك جيتي بصحيح. أديني جيت يا دكتور، عايز مني إيه؟ 15 سنة وأنا ببص في المعمل هنا على صورتك كل يوم، وأكلم نفسي وأقول يا ترى ممكن أشوفها قدامي هنا تاني، وأرد وأقول مش ممكن مش معقول، خصوصاً بعد ما اشتغلت في السينما واشتهرتي وبقيت نجمة معروفة وبعدت أكتر. هو ده الكلام اللي عايز تقوله يا دكتور؟ أرجوكي ما تتكلميش، سيبيني أتكلم، سيبيني أقول لك الكلام اللي كنت بقوله لصورتك سنين وسنين وسنين. أيوة بس أنا مش شايفة الصورة،
هي فين؟ لازمتها ايه الصورة دلوقتي وانت موجودة قدامي بشحمك ولحمك ودمك؟ صدقيني انت اجمل من اللوحة اللي رسمها فؤاد بكتير. اللوحة دي كانت مجرد الوان لطشتها الفرشة شمال ويمين، ملامح خرصة ما بتنطقش ملهاش اي معنى. احنا سبق واتكلمنا من 15 سنة وساعتها قلت لك رأيي وانا ما غيرتوش. فؤاد مات من 15 سنة. مات فؤاد بالنسبة لي ما ماتش، وانت عارف كده. كذب كذب، انت كدابة. هقولك ليه انت كدابة. انا قلت لحضرتك في التليفون انها مش موجودة. وانا ما صدقتكش. اديك اتأكدت بنفسك. ايوه بس راحت فين؟ ما عارفش. لا انت عارف. اولا نشوى هانم ما تعودتش تاخد مني اذن وهي خارجة ولا تقولي هي رايحة فين. ثانيا انت بدور عليها ليه؟ اسمعني كويس يا استاذ زكي، نشوى هانم في خطر وانا الوحيد اللي يقدر ينقذها. ما كنتش هتقول هي فين هتبقى مسؤول مسؤوليه شخصيه عن اللي حصل لها دلوقتي. خطر؟ خطر ايه يا استاذ اللي بتتكلم عنه؟ انت فاكرني هتهوش من الكلام اللي بتقوله ده؟ متتعبش نفسك. حتى لو قلت لك ان الخطر ده بخصوص الراجل اللي اتكلم النهارده في التليفون. راجل؟ راجل مين؟ الراجل اللي نزلت راحت له. ايوه بس انا معرفش عنوان. ايوه انا اللي عارف. عرفت ليه انت كدابه؟ انت مجنون. ايوه انا انسان مجنون. مجنون لاني عشت طول السنين اللي فاتت وانا بحبك، متعلق بيك، حاولت انساك ما قدرتش. مفيش فايده، عايشه جوايا جرثومه في دمي ملهاش علاج. ايوه بس انا مالي ذنب؟ انا فعلا ما قدرتش احبك، ما قدرتش احب اي انسان لان قلبي مات مع فؤاد. ما تقوليش فؤاد تاني، ما تكذبيش. ده مش كذب يا دكتور، دي حقيقة. حقيقة. الحقيقة انت عارفها كويس وانا عارفها كمان. انت مش عارف حاجة ابدا، انت بتخرف، انت انسان مريض. أيوة. ومحتاج لعلاج. ايوه انا انسان مريض ومحتاج لعلاج. علاجي هو انت. سميرة احنا دلوقتي مصيرنا بقى واحد، اتنين مربوطين ببعض، يا نعيش سوا يا نموت سوا. بتقول الست دي دخلت للدكتور المعمل؟ ايوه والله انا شايفها بعناية. دول يا واد بلاش كده، هو انت تقدر تشوف المعمل من هنا؟ ما انا اول ما شفتها رايحه ناحيه الفيلا الثانيه مشيت وراها لغايه ما شفتها بتخبط على باب المعمل، وشفت الدكتور ماجد وهو بيفتح لها. بعد ما هقول لناس هتكون مين يعني؟ كفايه كلام في الموضوع ده، اذا كان عندك كلام غير قوله والا همشي. طوعين يا سميره ما تلعبيش بالنار. مسكين، تأكد انك صعبان علي، لانك مهما كان كنت صديق فؤاد. انت فكراني بهوش؟ دي مسألة واضحة من الاول. وقف مكانك وإلا حضربك وحضرب نفسك. وقف مكانك وإلا مش عمسة دكتور. انا متشكر قوي يا استاذ هلال لأنك وصلت في الوقت المناسب. أنا سمعته وهو بيهددك. أنا بهددها؟ أظن اللي حصل دلوقتي بيفسر اللي حصل من 15 سنة. تقصد إيه يا أستاذ؟ أقصد إن أنت اللي قتلت في وقت 60.